أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. هذا دعاء شريف مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أوسع علي في رزقي، وامدد لي في عمري، واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد الدعاء الشريف وكالمعتاد نبدأ بتلقي الأسئلة. شيخنا سؤال حول العصمة، هناك من يقول أن العصمة أتت للمعصوم بالإجبار، فإن كانت بالإجبار فما فضل المعصوم على غير المعصوم؟ وإن كانت بالاختيار كيف حصل المعصوم على العصمة؟ هل حصل عليها يعني مثلا في الدنيا أم في قبل عالم الدنيا؟ وجزيتم. من الواضح يعني كما ذكرنا في دروس الكلام أنه إذا كانت العصمة إجبارية فحين ذاك لا يكون هنالك فضل لأهل البيت عليهم السلام من هذه الجهة، كما أن ذلك حيث أنه يستلزم الجبر أيضا فإنه يكون مرفوضا على مبانينا العقدية، لأنه يقال أو يحق أن يقول ذلك العاصي يوم القيامة أنه إلهي لماذا خصصت هؤلاء بالعصمة وأجبرتهم وقهرتهم عليها ونجيتهم بذلك وأدخلتهم الجنة، وأنا العاصي لم تقهرني على العصمة ولم تحفظني وتعصمني عن الوقوع في هذه المعاصي والخطايا وأنا أستحق النار بسببها. هذا خلاف العدل، فلذلك لا يمكن لنا أن نلتزم بأن العصمة إجبارية بحال من الأحوال، وإنما نستفيد من الروايات الشريفة والأدلة أنه العصمة التي حصل عليها أهل البيت عليهم السلام جاءتهم عن طريق المن والاستحقاق معا. كيف؟ هنالك قسم أجاب عن هذا السؤال الذي ذكرتموه بأنه العصمة جاءتهم تفضلا من الله تبارك وتعالى ومنا منه عليهم. كيف؟ بأنه حينما علم، لأنه علم بأن هؤلاء قبل أن يخلقهم حينما يخلقهم ويتعرضون إلى الابتلاءات في الدنيا فإنهم سيصمدون وسيكونون أقرب خلقه إليه، أكثرهم طاعة له وأكثرهم معرفة به تبارك وتعالى، فوهبهم العصمة على هذا، يعني بناء على علمه المستقبلي. هذا جواب. الجواب الثاني يقول أنه لا، حيث أن الله تبارك وتعالى خلقهم أولا في عالم الأنوار ثم نقلهم من هذا العالم إلى عالم الذر والأظلة ثم بعد ذلك انتقلوا إلى عالم الدنيا، ففي تلك العوالم السابقة كانوا قد تعرضوا إلى اختبارات أيضا وابتلاءات وامتحانات، من بينها مثلا هذا الامتحان الذي أشارت إليه الروايات الشريفة، وهو أن الله تبارك وتعالى جمع الخلق كلهم وهم ذر وقال لهم ادخلوا في النار، فأول من دخل أو أراد أن يدخل هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني استجاب تلقائيا لأمر الله تبارك وتعالى ولم يقل أنه كيف أدخل، لم يتردد،
أنه كيف أدخل في هذا في هذه النار وهي تحرقني. وبمجرد ما دخل أيضا كما في الرواية أنه تحولت النار إلى برد وسلا. ثم بعد ذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام، ففاطمة الزهراء، فلأئمة المعصومون عليهم السلام، فالأنبياء، فالمرسلين، فالأوصياء ومن أشبه. وكذلك الاختبار في الإقرار بالوحدانية، أنه أول من أجاب لما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله أول من قال بلى. فتلك الاختبارات التي حصلت في ذلك في تلك العوالم، حيث أنهم نجحوا في تلك الاختبارات، فكان لازما أن الله تبارك وتعالى يكافئهم على هذا النجاح، فوهبهم العصمة في هذه الدنيا. هذا جواب ثاني. نحن نجمع بين الجوابين كما قلنا في دروس الكلام، فنقول أن الله تبارك وتعالى لا يمتنع لعلمه بأن هؤلاء هم أقرب الخلق إليه وأكثرهم طاعة له وأكثرهم معرفة به، أنه يمنحهم العصمة تفضلا عليهم، كما لا يمتنع أيضا أن يكون هؤلاء على أثر نجاحهم في تلك الاختبارات في تلك العوالم قد استحقوا العصمة من جهة أخرى. فالعصمة إذن الممنوحة إليهم تفضل من الله من جهة واستحقاق من جهة أخرى. شيخنا، حبيت أسألك عن موضوع الخمر. إحنا لأن هني في لندن وعندنا احتكاك مع أجانب العمل وفي في الكوليج، ودائما نحتك فعلا. فهل إذا مثلا دعونا إلى مثلا غدا أو عشاء في بيتهم، هل نقبل دعوتهم معنا؟ ممكن تحطون واين أو مشروب على هذه؟ وبإجمالا شنو احتكاكنا معاهم بالنسبة للخمر؟ يعني ممكن نقبل دعوة يكون فيها مشروب؟ وفي موضوع هم على الخمر، كنا بنشتري هدية مثلا حق المدرس، كل واحد دفع مبلغ معين وعطيناه حق شخص تكفل نشتري الهدية، فراح من ضمن الهدية اشترى خمر، فأنا هم اعتبر يعني مذنب اني اشتريت في أموالي خمر. شكرا شيخ. يجوز قبول دعوة النصراني ولكن بشرط، من بينها مثلا أنه تشترط عليه لا يستحضر الخمر على المائدة. إذا استحضر الخمر على المائدة فلا يجوز لك الجلوس، تقوم فورا. من بين الشرائط أيضا أن لا يكون الطعام غير مذكى. من بين الشرائط أيضا إذا افترضنا أنه لا خمر ولا طعام غير مذكى، لنقل مثلا على الفاكهة، مثلا عزمك على فاكهة، فيجوز. ولكن إذا كنت تقلد السيد المرجع دام ظله، فينبغي أن تحرز أنه هذا النصراني لم مثلا يغسل هذه الفاكهة بيده، بحيث سرت نجاسته إلى الفاكهة، لأنه النصراني عند السيد المرجع، يعني الكفار بشكل عام بمن فيهم أهل الكتاب، نجسون. فإذا كانت هنالك رطوبة مسرية فيكون ما تأكله أيضا نجسا في هذه الحال. أما إذا قدم لك شيء اللي مثلا ما كان فيه رطوبة مسرية، قدم لك شيء جاهز مثلا يؤكل، أو حتى لو شيء هو لمسه، لكن تحرز أو تطمئن إلى أنه ما كانت هنالك رطوبة مسرية، يعني من يده ما سرت النجاسة ولو بالعرق، كانت يده ناشفة مثلا، كانت يده ناشفة وما انتقلت النجاسة، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تأكل. إذا كنت تقلد الإمام الراحل رحمه الله، فحتى إذا كانت هنالك رطوبة مسرية فلا إشكال، لأنه يحكم بطهارة أهل الكتاب. فإذا الخمر إذا كان على السفرة على المائدة لا يجوز الجلوس، لا يجوز. نعم إذا استحضر الخمر يجوز لك أن تقول أبعده
فإذا أبعده ما شربه على هذا المكان، فمجالسته والأكل من مائدته لا إشكال فيها بالنظر إلى تلك الشرائط. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية فأنت لا إثم عليك إن شاء الله. لماذا؟ لأنك لم تكن تعلم، يعني ولم يكن في قصدك أنه يشترى بالمال الذي أهديته أو شاركت به لشراء تلك الهدية لذلك المدرس، ما كنت تقصد أنه يشترى به خمر، فأنت لا إثم عليك إن شاء الله في هذه الحالة. وبشكل عام كل أنواع التعامل مع الخمر حرام إلا حالة واحدة، وهي أن تكسر قناني الخمر وتريق الخمر فقط. فحتى هؤلاء الذين يعملون في تسكو أو آزدا أو ما أدري شنو من بعض المسلمين، هذا عليه أن يتحرز على أنه إذا كان كاشير هو ما يلمس الخمر ولا يضرب الخمر على هذا السكان، حرام لا يجوز له أصلا يتعامل أي شيء بالخمر، يعني يبيعه ينقله، مثلا ينقله يخليه بالرف، أو ينقله من السيارة يخليه بالمخزن أو من المخزن، وهكذا كله حرام لا يجوز. يجوز له أن يعمل في هذه المكانات بشرط أن لا يقترب من الخمر، يعمل في أقسام أخرى لازم يشترط، والحمد لله في هذه البلاد الشرط هذا يقبل عند المؤسسات والشركات، خصوصا هاي الشركات الكبيرة. يعني إذا تقول أنا مسلم وأشترط أن لا أتعامل بالخمر يسمحون لك وتعمل في أقسام أخرى. السؤال عن اللوح المحفوظ وأم الكتاب، شلون الإنسان مثلا الله كاتب له أنه يعيش مثلا 50 سنة وبعدين الله غير الكتبة فيه أنه يعيش 80 سنة؟ فهذا هو سؤالي. الذي تقصده يا أخانا الكريم ليس هو الفرق بين أم الكتاب واللوح المحفوظ، فإن أم الكتاب مرادف للوح المحفوظ، وإن كانت تفسر أيضا كلمة أم الكتاب بالفاتحة أيضا، ولكن هي مرادفة للوح المحفوظ. الذي تقصده هو الفرق بين أم الكتاب واللوح المحفوظ من جهة، وله حل محو والإثبات من جهة أخرى. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهنالك لوح يسمى لوح المحو والإثبات، وهنالك لوح آخر يسمى أم الكتاب أو اللوح المحفوظ. لوح المحو والإثبات هو هذا اللوح الذي فيه التقادير. الله يقدر أنه إذا فلان ابن فلان صار مؤمنا بذل الخير في حياته فإنه أنا أعطيه من الثواب هذا المقدار، وأمنحه في الدنيا كذا وكذا وكذا، وفي الآخرة كذا وكذا وكذا. أما إذا لم يكن مؤمنا، إذا لم يختر طريق الإيمان، فإني أحرمه من كذا وكذا في الآخرة، لكن أعطيه في الدنيا في مقابل ذلك كذا وكذا. نضرب مثالا أنه فلان الفلاني الله يقدر له أن يعيش 60 سنة، هذا يكون مكتوب في لوح المحو والإثبات، ولكن في نفس الوقت يكون مكتوبا أنه إذا في اليوم الكذائي ذهب وزار الحسين عليه السلام في 40 مثلا، أو تصدق بهذه الصدقة لذلك الفقير مثلا، فإني أزيد في عمره 20 سنة فيصير عمره 80 سنة. في هذا اللوح تكون هنالك مقادير، وفي هذا اللوح يقع البداء، أي بمعنى إظهار ما كان مكتوما، إبداء ما كان مستورا. هذا اللوح هذا الذي يقع فيه التغييرات لأنه عبارة عن مقادير. ولكن في لوح أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، في ذلك اللوح
يكون مكتوبا القضاء. ما عندنا القضاء والقدر، القدر مرتبط بلوح المحو والإثبات، بهذا اللوح الذي يقع فيه البدء. القضاء بمعنى الأمر الحتمي، قضاء الله بهذا المعنى، هذا يكون مختصا بأم الكتاب، يكون مختصا باللوح المحفوظ. فماذا يكتب هنالك؟ يكتب هنالك أنه فلان الفلاني سيختار في ذلك اليوم أن يزور الحسين عليه السلام ويتصدق بتلك الصدقة، فعمره الحتمي القضائي 80 سنة. لاحظتم؟ هذا هو الفرق بين لوح المحو والإثبات الذي تقع فيه، تقدر تسمي هكذا إن شئت، تقع فيه تغيرات على حسب إرادة الإنسان واختياره ماذا هو يختار. أما في ذلك اللوح الآخر لا يقع فيه تبديل، لا يقع فيه تغيير، وهو اللوح المحفوظ. ولكن ليس بمعنى أنه الله في ذلك اللوح يقهر الإنسان على عمل معين، على اختيار معين، لا، لا يسلب منه الاختيار، وإنما في ذلك اللوح الله تعالى يبين علمه، منتهى مصير الإنسان، أنه الإنسان ماذا سيختار. تارة الأئمة عليهم السلام كانوا يظهرون شيئا مما ورد وجاء في اللوح المحفوظ، ويظهر بعد ذلك خلافه في الدنيا، فلما يسألون يقولون وقع البداء. وهذا الأمر حتى كان الأنبياء العظام صلوات الله عليهم أيضا يصنعونه، كما في هذه القصة المشهورة أنه عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام مر على، مضمون الرواية أنه مر على جماعة وكان حفل زفاف عرس، فقال عيسى المسيح عليه السلام أنه هذا العرس سينقلب غدا إلى مأتم. قالوا كيف يا روح الله؟ قال لأنه هذه العروس غدا ستموت في الصباح، وسينقلب العرس إلى مأتم، وطلعت الشمس وصار إلى موعد الظهر، وقريب ما تغيب الشمس البنت هذه ما صار بها شيء، ما ماتت. فجاءوا إلى النبي عيسى عليه السلام فقال هلموا بنا إلى بيت هذين الزوجين. طرق الباب فظهر الزوج، قال نريد أن نكلم زوجتك. قال نعم يا روح الله. فتكلم مع زوجته، قال ماذا صنعت بالأمس؟ قالت لم أصنع شيئا. قال تدبري جيدا، فكري، أنا أنقل الرواية بالمضمون، أنه ماذا صنعت بالأمس من الخيرات من المبرات؟ قالت لا أتذكر شيئا سوى أنه لما أدخل العشاء بالليل جاء طارق وطرق الباب وقال أنا مسكين فأعطيته جزءا من العشاء صدقة في سبيل الله. قال هذه الصدقة هي التي أجلت في أجلك، والآن اكشفي عن مخدعك فراشك. كشفت عن مخدعها وإذا بحية ميتة، كان مقرر في علم الله تبارك وتعالى، في قدر الله، يعني في القدر ذاك، أنه هذه الحية في فترة نوم هذه الفتاة تأتي وتلسعها فتموت من أثر السم، ولكن لأنها قدمت الصدقة فالصدقة تدفع البلاء، دفعت هذا البلاء عنها، فالله أمهلها مثلا سنوات إضافية. هذا معنى البداء هنا. عيسى المسيح عليه السلام ما كان كاذبا والعياذ بالله حينما قال هذه البنت ستموت غدا، هذا نعم موجود كان في لوح المحو والإثبات، المحو والإثبات كان مثبت أنه هاي المرأة ستموت، ولكن محي ذلك فيما بعد.
ما فائدة هذا اللوح؟ هسه قد واحد يقول ليش الله هالشكل مسوي، يعني مسوي لنا لوح ها هنا ولوح ها هنا، خو يخليه لوح واحد اللي به كل الأمور المحتومة. الجواب: حتى يعطي مجال لأوليائه، لأنبيائه وأوليائه عليهم السلام، أن يخبروا بما في هذا اللوح، لوح المحو والإثبات، فيعلمون البشرية. يعني عيسى المسيح لماذا صنع كل هذا العمل؟ ليش إجا وقال أنه هذه الفتاة ستموت غدا، وبعدين ما ماتت مع علمه بذلك، وأخذ أصحابه والحواريين وذهبوا حتى يرون هذا الأمر عيانا، حتى شنو يثبت هذا الأمر أنه الصدقة تدفع البلاء، دورة عملية يشوف بعينه يحس بعينه. فإذا كان عيسى المسيح عليه السلام ماكو لوح المحو والإثبات، ما يقدر يخبر هذا الخبر، يكون كاذبا في هذه الحالة، ما يقدر يقول، لأنه هو لوح واحد وفيه أنه هذه الفتاة ستموت مثلا بعد 40 سنة، مو الآن. فإذا له فائدة من هذه الجهة. اللوح المحفوظ مرادف لأم الكتاب، نعم. وعند شوفوا دققوا في الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده غير هذا الذي يمحو فيه ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي يثبت به الأشياء اللي بعد محتومات. هكذا وردت الرواية التفسيرية عن أهل البيت عليهم السلام، أنه لوح المحو والإثبات، واللوح الذي يسمى أم الكتاب، والذي أيضا يسمى باللوح المحفوظ. شيخنا عفوا، سؤالي حول الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل معنى التسليم هنا الاتباع؟ فهل الله عز وجل يتبع النبي؟ وهناك من يقول اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد مثلا، وهل المقولة هاي فعلا أتت بالآونة الأخيرة مثلا آخر 100 سنة؟ يعني يريدون القول بأن الله صلى وسلم وخلاص انتهت، يعني تسليم مثلا السلام عليكم، أو تسليم الاتباع. والسؤال الثاني باللهجة، باللغة العربية الفصحى، هل كانت يعني في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله اللغة العربية الفصحى المحكية هناك؟ أنا أدري يعني لغة، يعني كانوا شعراء المعلقات القبل، فأذكر يعني في زمن أما المعصومين، أذكر في زمن يعني هذا اللي سامع، في زمن الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، قال مثلا: إن علي بصوتكم، اللهجة العراقية المحكية. فأرجو أن تبين هذا الشيء، وجزيكم خير. حسب ما يبدو استقراء لأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، أنه أكثر صيغة مستخدمة في الصلاة هي قولهم لما يذكرون النبي صلى الله عليه وآله: صلى الله عليه وآله بلا وسلم. وفي الأمر في الصلاة هكذا ورد عنهم: اللهم صل، قل اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى كلمة على غير موجودة كما عند أهل الخلاف، لأنهم يقولون في صلواتهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما نحن فالصيغة الواردة عندنا: اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا لعل البعض قال بأنه التسليم لا يجوز هنا، أو هو خلاف المأمور به نتيجة، أنه لماذا نقول صلى الله عليه وسلم، أو نقول اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد كما هو المعتاد عند أهل البحرين الكبرى، يعني لا أهل البحرين الجزيرة فقط، وإنما حتى في الإحساء في القطيف هم معتادون على هذه الصيغة من الصلاة، يقولون اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. من جهتي رأيت في بعض الأدعية، في بعض الأحاديث لعله أيضا،
ذكر التسليم ملحقا بالصلاة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك آخر دعاء كميل: من يلتفت أو على باله آخر عبارة في دعاء كميل: وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا، إلى غيرها من أحاديث أخرى أو آثار أدعية أخرى ورد فيها التسليم. ولكن من جهة أخرى أو من جانب آخر، نحن نلاحظ أنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أن المراد بالتسليم ها هنا سلموا أمركم إليه، إلى النبي، يعني أطيعوه، صلوا على النبي وسلموا له تسليما، مو سلموا عليه، سلموا عليه لا. فلذلك ربما يقال أنه التسليم ها هنا إن لم يكن بدعة فهو خلاف المأمور به، ونحن مأمورون بالتأدب بآداب أهل بيت العصمة عليهم السلام بحذافيرها. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: علمني دعاء، فالإمام علمه هذا الدعاء الذي يقال بعد كل فريضة، وهو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الرجل أضاف في كتابته لما كان يملي، يعني يكتب الدعاء عن الإمام، كتب: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالإمام عليه السلام قال له: لما أضفت والأبصار؟ قال: أليس الله بمقلب القلوب والأبصار؟ قال: نعم، ولكن قل كما أقول. هذا قل كما أقول قاعدة يجب أن نجعلها لأنفسنا، لا نضيف في روايات أهل البيت والأدعية المستقات من مشكات أهل البيت عليهم السلام أو من عين أهل البيت عليهم السلام ما نستحسنه، وإن كان المعنى صحيحا في نفسه، وإن كان المعنى صحيحا، لكن تأدبا، ولأننا لا نعرف آثار هذه الكلمات التي نقولها، أئمتنا عليهم السلام يعرفون جيدا، لا نضيف ولا نبدل ولا نغير، الأمر كما هو. أيضا يحضرني هنا أنه في نهج البلاغة أكثر من موضع على ما ببالي. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله تارة يقول صلى الله عليه وآله، وفي بعض الأحيان يقول عليه السلام فقط، وهذا لا إشكال ولا شبهة في أنه يشير إلى جواز التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، أي بمعنى لما أقول عليه السلام أي إلهي أسألك أن تبلغ سلامي له صلى الله عليه وآله حتى يرد علي السلام. فالذي يعني يمكن أن ينتهى إليه في هذا الموضوع أنه من الأولى والأفضل أن الإنسان يلتزم بما جاء عن أهل البيت عليهم السلام، وأكثرية يعني الصيغة التي هي الأكثر والأشهر. فلما يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله، لا إشكال على ما يبدو إذا أضاف كلمة وسلم، لا إشكال، لأنها كما قلت مستخدمة في بعض الآثار، ولكن صلى الله عليه وآله تبدو أنها الصيغة الأكثر استخداما وشيوعا في لسان أهل الوحي صلوات الله عليهم، فالإنسان يتأدب ويلتزم بهذه الصيغة. أما اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، أنا هنا لا أتاح من مثل هذه الصيغة. لماذا؟ لأني لا أتذكر أني رأيتها في أحد الآثار الشريفة، لا أتذكر،
وإنما الموجود اللهم صل على محمد وآل محمد. فالأفضل أنه هذه الكلمة العرضية التي جاءت بالوسط هذه تحذف، فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد ونسكت. وهنا أيضا أشير إلى، أستطيع أن أعبر عنها هكذا، ببدعة أيضا والتي يقوم بها البعض مع الأسف ممن يمثلون التشيع ولكن لاسترضاء المخالفين، هكذا يبدأ كلامه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين مثلا، هذا على أساس أنه مو كل الأصحاب، هذا الذي يقول على أصحابه أجمعين هذا أصلا خارج عن التشيع، هذا برا، هذا برا، لأنه نحن لا نصلي على الأصحاب أجمعين، لأنه الأصحاب فيهم المنافق، فيهم الكافر، فيهم الضال، فيهم الخائن، فيهم الزاني، فيهم مو كلهم خو. نعم الأصحاب المنتجبين لا شك سلام الله عليهم، لا شك المنتجبون يعني الخلص، كأبي ذر مثلا، كسلمان، كخالد بن سعيد بن العاص الأموي مثلا. ولكن أنا أقول هكذا، أنه لماذا ألحقنا الأصحاب المنتجبين بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم؟ لم نرى أمرا بذلك في لسان الشرع، يعني لم نرى. نعم هنالك بعض الأدعية وعن الإمام السجاد عليه السلام أيضا يصلي فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين لم يبدلوا بعده ولم يغيروا، موجود في الصحيفة السجادية اقرأوا. ولكن جملة أخرى، عبارة أخرى، يعني ما وجدت أنا هذه الصيغة، أنه مثلا وصلى الله على محمد وآله والأئمة الميامين من آله وأصحابه المنتجبين مثلا، ما عندنا هكذا، ما أتذكر أني رأيت هكذا. وهذا لأنه الدافع فيه إرضاء أهل الخلاف، فهو هذا بحد ذاته قادح فيه، يعني في من يقول، فلا أترك أصحابه المنتجبين هم أتركهم، لا تلحقهم بالصلاة على النبي وآله، لأنه هذه الصلاة صلاة ذات كيفية خاصة، هي أصلا ماهية خاصة، هذه الصلاة لا نعرف نحن كنهها بالضبط، فهي صلاة خاصة، فلما نشرك غيرهم صلوات الله عليهم بمثل هذه الصلاة. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني شنو كان؟ أي طبعا في ذلك الحين في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتحدثون الفصحى، ولكن كانت هنالك لغات، لغة قريش غير لغة أهل اليمن، غير لغة هوازن، يعني لا لغات أيضا، يعني لغة مثلا كلمة ذات معنى في قريش، في لغة قريش تكون ذات معنى آخر في لغة غيرهم، تكون ذات معنى آخر. أكو حروف أيضا في اللغات الأخرى غير موجودة في اللغة العربية القرشية، حروف أخرى. نحن شنو مثلا أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، هم لا عندهم حروف أخرى الآن ما أتذكر، أكو هنالك حرف أو حرفان أو ثلاثة إضافية، علماء اللغة يذكرون ذلك. ولكن القرآن نزل بلغة قريش، ورسول الله والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم كانوا يتحدثون بلغة قريش. نعم مع مرور الزمن دخلت بعض الكلمات من اللغات الأعجمية وتعربت فيما بعد، يعني أصلها أعجمي ثم بعد ذلك تعربت، على ما ببالك كلمة الإيوان مثلا، الإيوان كلمة فارسية ثم عربت مثلا، مثلا كلمة كان على بالي كلمة اللي تخص الجيش أو شيء من هذا القبيل الآن راحت عن بالي. المهم أكو كلمات معينة هذه فيما بعد عربت فيما بعد، لأنه صار تلاقح ما بين اللغات، صار تلاقح. ولكن بشكل عام الأئمة عليهم السلام كانوا يتحدثون
في اللغة العربية الفصحى. أصلا كلمة آمين مثلا أصلها غير عربي، كلمة آمين كلمة سريانية الأصل، هي بمعنى إلهي استجب، إلهي استجب، هذا معنى كلمة آمين، ولكن على لغات غير اللغة العربية، ثم بعد ذلك دخلت في اللغة العربية وعربت. ولذلك نحن لا يجوز لنا أن نقول آمين في الصلاة كالمخالفين. المخالفون حينما ينتهون من سورة الحمد يقولون آمين، وهذا عندنا مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه في الصلاة لا يجوز إجمالا أن يتكلم الإنسان بغير اللغة العربية، خاصة في هذا الموضع، إضافة إلى ورود النهي الخاص عن الأئمة عليهم السلام. فقول آمين في الصلاة بدعة، مبطل للصلاة. أما الرواية التي أشرتم إليها وهي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حينما يدخل له ذلك أو يحضر في خدمته ذلك الرجل الكوفي وينشده شعرا في الحسين عليه السلام، فيقول له الإمام عليه السلام بما مضمونه أنه أنشدني أو أنشدني كما تنشدون، فهذا ينشد أو يقرأ الشعر كما يقرؤون، فيبكي الإمام صلوات الله عليه. هذا هنا يحتمل وجهين في التفسير، هذا أنشدني كما تنشدون أو أقرأني كما تقرؤون في الكوفة. إما المراد أنه، وهذا الاحتمال المرجوح، إما المراد أنه اقرأ لي قصيدة أخرى، كلمات أخرى كما تقولونها هناك، لا أنه كما تقول عندي هنا، ربما أنت احتشمتني فما مثلا ذكرت تلك القصائد التي تذيب الصخر مثلا. هذا احتمال مرجوح. الاحتمال الآخر أنه أنشدني، وهذا الاحتمال الراجح، هذا الاحتمال الراجح أنه أنشدني كما تنشدون في الكوفة، أنه المراد به أنه كيفية الإنشاد. فعلى ما يبدو أنه بداية الأطوار الحسينية أو قراءة القصائد والمراثي لأبي عبد الله الحسين بطريقة حزينة بصوت شجي حزين، يبدو هذه بدأت من عصور الأئمة الطاهرين عليهم السلام ثم تطورت. يبدو أنهم حينما كانوا يقرؤون أو ينشدون آنذاك اختلقوا أو ابتكروا لأنفسهم طريقة خاصة في الإنشاد بحيث يكون الصوت حزينا، وهذا احتمال قوي جدا. ولهذا نحن نلاحظ أن الإمام عليه السلام حينما سمع بهذه الطريقة أو استمع بهذه الطريقة لذلك الإنشاد لتلك القصيدة بكى الإمام عليه السلام، وبكت النسوة من وراء الستار كما تذكر الرواية. فنعم، هذا لعله هو المعنى الراجح، ولكن هذا ليس معناه أنه اللغة تغيرت إلى اللغة العامية، لا، وإنما اللحن طور، لأنه ما وجدنا في زمان الأئمة عليهم السلام استخدام كلمات عامية. اللغات الدارجة العامية واللهجات التي ظهرت فيما بعد هذه متأخرة عن عصور الأئمة الطاهرين عليهم السلام بقرون. شيخنا، سؤالي حول الشهادة الثالثة في الأذان. هناك من يقول أنها زائدة في الأذان، يعني بدعة في الأذان، لسبب يعني اختلاف صيغتها. مثلا أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، أو أشهد أن عليا حجة الله وأبناءه المعصومين حجج الله. فالاختلاف هذا يثير هذه الشبهة. وما الأصح في الأذان يعني يجب أن يقال؟ وعندي سؤال ثاني حول الدعاء في الصلاة. يعني دائما نشوف يعني الناس بعد ما يقنتون من يخلص يمسح بيدين على وجهه، فلهذه يعني أصل في الإسلام؟ بالنسبة للسؤال الأخير حتى أجيبه بسرعة، الذي ورد أنه مسح أو يعني وضع اليدين على الوجه في الصلاة مكروه، فالإنسان إذا قنت لا يضعن كفيه على وجهه، ينزل يديه فورا. هذا بالنسبة إلى
السؤال الأخير. أما بالنسبة إلى الشهادة الثالثة المقدسة الواجبة في الأذان والإقامة، فنقول إن هذا الإشكال الذي يشكل به على مشروعية الشهادة الثالثة وجزئيتها في الأذان والإقامة لا وجه له، ليس اختلاف الصيغة بسبب كاف للحكم بإسقاط هذه الشهادة المقدسة، وإلا لوجب علينا أن نلغي كثيرا من أجزاء الصلاة نفسها، لأنه أي مشتغل بالفقه يعلم بأن الروايات الشريفة التي حددت أذكار الصلاة بينها تباين كبير. في بعض الروايات أنك إذا ركعت مثلا تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، في بعضها الآخر أنه تقول سبحان الله 3 مرات، فهذه صيغة تختلف عن الأولى. في بعض الروايات أنه في الركعتان الأخيرتان، في الركعتين الأخيرتين تقول التسبيحات 4 مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1 مرة. في بعض الروايات الأخرى تقولها 3 مرات، في بعض الروايات الأخرى تقولها 7 مرات تكرر. هذا اختلاف في العدد، ولا يتوقف الاختلاف عند هذا الحد، وإنما يطال الاختلاف في النص أيضا، لأنه في روايات أخرى تقول أنه في الركعتين الأخيرتين تقول سورة الحمد، يعني آخر ركعتين تقول سورة الحمد سرا مو جهرا، تترك أصلا التسبيحات. فهل يقوم الفقيه بإسقاط وجوب الذكر في الركعتين الأخيرتين أو في الركوع والسجود بسبب هذه الاختلافات، وإنما يحكم بالتخير كما عليه الفتوى؟ أنت مخير بين أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وبين أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلاص تخير، لأن الأدلة قد خيرتك. ونفس الشيء يرد في صيغة التشهد، في صيغة التسليم، هنالك اختلافات جمة بين الأحاديث في النصوص المذكورة لأداء هذه العبادات. فمن يشكل بمثل هذا الإشكال لم يذق طعم الفقه. هسه قد يسأل أنه لماذا إذن الاختلاف في صيغة الشهادة الثالثة؟ الجواب بمثل الجواب عن اختلاف صيغ الذكر في الركوع والسجود والركعتين الأخيرتين في القراءة، لأن الأدلة التي بحوزتنا في خصوص الشهادة الثالثة فيها اختلاف أيضا. في بعض الروايات الشهادة هكذا أشهد أن عليا ولي الله، في بعض الروايات الأخرى أنه أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا، في بعض الروايات الأخرى أنه علي ولي الله وأمير المؤمنين حقا، في بعض الروايات الأخرى علي حجة الله، وهكذا. فأكو هنالك اختلافات، فأنت مخير. أما المهم أنه تأتي بهذه الشهادة الثالثة. جمهور الفقهاء على فتوى الاستحباب، بأنه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة جزء مستحب من فصول الأذان والإقامة، ولكن عند السيد المرجع حفظه الله وكذا عند سلفه الإمام الراحل الشهادة الثالثة جزء لا يتجزأ، يعني جزء واجب، وهذا مستظهر من روايات عديدة فيها إطلاق، فيها إطلاق، يعني الإمام عليه السلام يقول إذا قلتم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فقولوا أشهد أن عليا ولي الله، مضمون الروايات. فهنا نسأل،
هل هنالك مصداق لهذه الحالة لهذا الأمر أكبر وأكثر تكررا من مصداق الأذان والإقامة؟ لا يوجد. يعني إذن الإمام عليه السلام حينما يقول إذا قلتم، يعني ماذا يفترض أنه المتلقي السامع وين يروح ذهنه فورا؟ وين يذكر السامع يوميا الشهادتين؟ وين يذكر؟ يذكرها وهو قاعد بالقهوة وهو ماشي بالشارع، لو يذكرها في الأذان والإقامة للصلاة. هذا معروف أنه الإنسان يذكر الشهادتين المقدستين، الشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة، هذه هاتان الشهادتان يذكرهما أكثر ما يذكرهما يوميا. أين؟ في الصلاة، في الاستعداد للصلاة، للتهيؤ للصلاة. فإذا من الطبيعي أن يكون أمر الإمام عليه السلام المراد به، يعني ينصرف أول ما ينصرف في التطبيق، في جنبة التطبيق ينصرف إلى الأذان والإقامة. مضافا إلى هذا، وردت عندنا أدلة خاصة بعضها في كتب أهل الخلاف، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بايع لأمير المؤمنين، يعني أمر الناس أن يبايعوا أمير المؤمنين في غدير خم، إلى يوم استشهاده رفع الأذان في محضره وفي مسجده الشريف بأشهد أن عليا ولي الله. وحتى لذلك قصة معروفة فيها سجل عمر بن الخطاب لعنه الله اعتراضه لما شاف تغير الأذان وأنه أضيفت الشهادة الثالثة في الأذان، جاء واعترض على بلال أو أبي ذر لأنه كان يؤذن، فبلال أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له رسول الله أمرني بذلك. فرسول الله أيضا حاسب عمر أنه ألم تبايع لعلي بأنه أمير المؤمنين؟ فلماذا تعترض بأنه المؤذن يؤذن أشهد أن عليا أمير المؤمنين؟ فمن مجموع هذه الأدلة نفهم ونستخلص أنه لا بد من ذكر الشهادة الثالثة. وواقع الأمر أيها الإخوة، التفتوا جيدا، أنا كرارا أحذر لأنه هذا الأمر يحرق القلب. لماذا أكرر دائما؟ لأنه أمر يحرق القلب من هؤلاء الانبطاحيين الانهزاميين. أصلا هم لماذا يثيرون هذا؟ شوف، يتشبث لك بأي اختلاف، بأي ما يمكن يتوهم أنه يقدح في الأمر، فقط حتى يشكك الناس في أداء الشهادة الثالثة وذكر الشهادة الثالثة. ليش ما ينصرف إلى غير ذلك؟ ليش ما ينصرف إلى غير ذلك؟ والاختلافات كثيرة عندنا في الروايات الفقهية، روايات الأحكام، روايات العبادات. لماذا فقط هذا الأمر يثار على كل منبر، يثار من المنابر المنحرفة السيئة؟ السبب هو محاولة الانبطاح للمخالفين، لأنه عنده مشكلة، عنده عقدة نقص، هو يشوف وين ما يروح المخالف يلومه أنه أنتوا أذانكم غير أذاننا، أنتوا تجيبون اسم علي بالأذان، هذه بدعة. فهو يريد يتنازل، يريد أنه يتواءم مع المخالف، هذا الذي يريده، ما عنده اعتزاز بعقيدتي. مثل ما هنا جماعة في لندن مسوين لك أنه في شهر رمضان، في ليالي شهر رمضان يقومون بعبادة على أساس تشبه صلاة التراويح. شلون؟ أنه تعالوا نقضي صلوات الفجر، فيوميا يروحون يصلون ما أدري كم ركعة، هكذا ركعتين ويقعد، ركعتين ويقعد، هالشكل متوالي، مثل ما المخالف يسوي. فالمخالفين لما يدخلون هناك عندهم يصور هذول دي يصلوا صلاة التراويح، يقول كلش زين هذول، يعني الشيعة أخيرا الحمد لله سمعوا كلام سيدنا عمر وسووا صلاة التراويح. هذه مأساة أيها الإخوة، هذه مأساة. نحن لنا عقيدتنا، لنا أحكامنا، لنا ثقافتنا، لنا ديننا، ما علينا بالآخرين؟ لماذا يجب أن نكون نحن مثلهم؟ هم عليهم أن يكونوا مثلنا وليس العكس. خليك كبير، خليك معتز بنفسك وبهويتك، مو هكذا. فالنتيجة الشهادة الثالثة مما لا غبار على ذكرها أبدا
في الأذان والإقامة، بل هو واجب. ولا خير في دين ليس فيه أشهد أن علي ولي الله، ماكو خير في هذا الدين اللي ما بي أشهد أن علي ولي الله، هذا ليس دينا من السماء. أنبياء الله كانوا يشهدون هذه الشهادة كما في الآثار، أنبياء الله العظام، الملائكة المقربون. أصلا هذه الشهادة من أوائل النداءات التي وجهها الله تبارك وتعالى لخلقه حتى في العوالم السابقة كعالم الذر. عندنا روايات تقول أنه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، تقول الروايات وأن محمدا رسولي وأن عليا وليي، يعني الله لما خاطب خلقه وهم في صورة الذر أشهدهم على أنفسهم ألست أنا بربكم ومحمد النبي وعلي وليي، فمن كان يقبل سجل مؤمنا ومن لم يقبل سجل شقيا وكافرا. الله تعالى هذا نداؤه، الإشهاد بأن عليا عليه السلام هو ولي الله وأمير المؤمنين. فالمفروض والمرجو من المؤمنين أنه هؤلاء الذين يروجون مثل هذه الأقاويل الباطلة يتصدون لهم ولا يتركونهم يسممون الأجواء الإيمانية.